انتوا في الفاينل عملتوا الحركه برضو بتاعت مؤمن زكريا واتعرضت بقى دلوقتي بامانه كده، مين صاحب فكره انه يعني يهدى كابتن فريق؟ طبعا كابتن فريق. بص كابتن الفريق، بس عايز اقول لك والناس تشوف، بص صحيح. كابتن فريق صغيره لا خلي بالك بس جباره خبره جبارة. يعني هي لسه كنت بسال طبعا دي اللقطه طبعا بص قدامنا. اللقطه دي ويعني انا طبعا بحييكم لانه انتوا جزء من النادي ومؤمن جزء من النادي، واحنا دايما متعودين دايما في النادي الاهلي يعني احنا زي ما بيقولوا كده احنا جسد واحد يعني طبعا. في ناس بتلعب كوره ويد، بس برضه الفكره لما تجيلها وهي بنوته الصغيره وممكن يعني النادي عارفه اللي بيحصل جوه النادي صراحه يعني كان نفسنا نبسطه، دي حاجه طبعا. بصراحه بسيطه والله بعت له على الانستجرام بس ما ردش عليا. بعت له ايه؟ قلت له كابتن مؤمن احنا بنهدي لحضرتك الفوز ده وبعت له الصور عشان بعت له على الانستجرام. والله بعت له بس اكيد في مسج نفسي يرد عليا اكيد هو طبعا اكيد ان شاء الله يكون شايفك دلوقتي. اتمنينا والله اتمنينا ان احنا فعلا نقدم له ولو اي حاجه بسيطه بالظبط، اتمنينا ولو اي حاجه بسيطه تفرق معاه في اي حاجه، وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه ونور الملعب تاني ان شاء الله. كابتن سرية طبعا انت من